زرد الفري عين باين جلد دار فرز درب سين اي بلاصة ديما كاين ما كنحنش كنحيد من الراس العين هذا هو حنا وصفري انت مع لبنا مورنا مي مي مادري بلي صبري ولا ما وفيتش خاصك تعادري في ندوة والناس والكيسيون علاش طلعوا هاد الناس قاع ما كيحملوناش كيضرو في يدهم كاس يسحب ليهم ما عرفناش ديما كنبان ساكت ملي عرفوني عقلهم تشاش تشاش فوع لا قوم الحاسين الكابا غنمشي نعوم حيت ضرب الضربة ناري على قوم والهربة وتجي تشوف كيف عشنا في الغربة لماذا يا روج وزر دارت الحربة يلا موفي بوزني يشتك من العربة راجوز رصاصات يسالي والمعركة بيا ما تكتش يلا ودير شي حركة ثلاثة القبيات هما اللي بقى فيهم غندوقك الحرورة الكاكا زر دا غادي تعرفو نهار تلاقى سول غير اختك تقول لك حسن ما تلاقاش مالك على راسي ومخدر شي جريات من اللي كان تاثر وابا كيبانو حوريات الروج كاسم قلاصي وكيسر بيون الغربيات نار نحبس المعاصي غنكيلغي الحسنات الله يغرات ديفل وطيق معايا غتشوف غير الضيق عشيري طلع غير منافق مني انا يستاهل التصفيق الله يغرك ديفل وطيق معايا غتشوف غير الضيق عشيري طلع غير منافق مني انا يستاهل التصفيق عالمي السما بوحدو معلي انتيا ديما غتبقى متلي تلاقيني فوق تما نكون مسلي قريعيان عليك مغلي خوتي معاكم هادر شحال وانا صابر على قبل المهم كبر بليركس مغامر كاع ما كيطبق دوسور كيخدم غير لي باع ونصور حنا بغينا تسهل الامور ويكون عندي هامر وموتور هادي ماشي امنيه انا باغيها مي حاجه خصنا نحصل عليها وباش ما بغا ثلاثة القبيات هما اللي بقاو فيهم غندوقك الحرورة الكاكاو الزردة غادي تعرفو نهار تلاقاو سول غير اختك تقولك حسن ما تلاقاش مالك على راسي ومخدم شي جريات ملي كنتاثر وابا كيبانو حوريات الروج في كاسي مقلاصي وكيسر بيوني الغربيات نار نحبس المعاصي غنكيلغي الحسنات الله يغرك ديفل وطيق معايا غتشوف غير الضيق عشيري طلع غير منافق مني انا يستاهل تصفيق.